السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم على التداول. عندنا صعود قوي لعملة كور، والصعود القادم بإذن الله راح يكون لونا. انتظروا الصعود تاعها ثاني. نتكلم على لونا، عملت صعود قوي ما شاء الله، يعني الصعود تاعها من 0.30 إلى 2.17، يعني ما يعادل تقريبا 7 أضعاف و20%. استفدنا منها الحمد لله. أنا عن نفسي كنت نصحت بالشراء في نصف دولار، ونصحت في الخروج في المنطقة ما بين 1 دولار ل1.80. من الممكن أن العملة تستمر حتى ل3.70. على العموم فيها بركة، أنا اديت الفايدة تاعي انتهى. الآن راح ننتظر صعود لونا، وبعدها راح ننتظر صعود الأسيو حتى هي راح تعمل صعود، ولكن يتطلب الأمر الصبر. عليكم بالصبر، خبيوا عملاتكم وانتظروا القادم، راح يكون أحسن في العملة هذه. الآن راح نمر الموضوع الثاني. الموضوع الثاني اللي راح نتكلم عليه هو تطبيق ليبر، العملاق النائم. رغم نزلونا آخر المستجدات، قبل هذا ما تنساوش تجمعوا اللايكات تاعكم، راهم طلقوا لي فيديو صور جدد بات تجمعوا منهم العملات. الآن نروح نشوف المنشور. المنشور راه هنا، نشوفوا المنشور راه كبير بزاف، يعني هذا لو كان نقراه لكم راح ياخد وقت كبير، لذلك ما نضيعوش احنا الوقت تاعنا في الفيديو. وش نعمل؟ راح نحط لكم هذا مترجم في اول تعليق اسفل الفيديو، ونخليه لكم في التليجرام. فيه اي سؤال في راسك، اي شكوك في راسك، رام عملوا الاجابة تاعها هنا واخر المستجدات، لانه مانيش حاب نقراها. لو كان نقرا هذه كاملة ونفسرها الفيديو راح يكون فيه 10 دقائق، وانا ما نحبش نضيع وقت الناس بالاخص في الشهر الفضيل هذا. لذلك اللي عنده العملة هيلقى هذا في اول تعليق، يقوم يقرا ويفهم وش راح يصرى في المستقبل القريب. وفي الاخير نقول لكم رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.